شوف أخونا المعلق الإماراتي عامر عبد الله، حالة من حالات العشق اللي بتخليني طول الوقت قاعد سعيد فرحان فخور. يعشق هذا البلد بلدنا ويقول فينا قصايد الحقيقة. كلنا انبهرنا، الجمهور المصري أصبح عنده حالة انبهار بصديق الزميل الشقيق الأخ عامر عبد الله، وهو يعلق على مباراة مصر تحديدا مباراة الأهلي والهلال السعودي. خلينا ناخد معانا على التليفون رجل أتشرف الحقيقة أن أنا أسمع صوته كده ونكلمه، المعلق الإماراتي عامر عبد الله المري. أهلا بيك. والله الشرف لي، وأنا مدين لك بهذا الكلام الطيب خالص. الله يسعدك، وصوتك جميل جدا يا سيدي. يوسف احنا عشنا معك فترات تتابع، يمكن الله ما كتب لي ان التقي معك، لكن انا ما تشرفتش لسه، لكن لازم باذن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا اللقاء قريبا. الله يسعدك، انا عشت معاكم في اللحظات اللي انتم الاعلام المصري الحر المسؤول الذي حافظ على وطنه وحافظ على امنه وحافظ على جيشه وحافظ على كل شيء في مصر. أنتم قمتم بدور، الله شاهد أن كنا جالسين أمام الشاشات كل خبر يؤثر فينا، كل فرحة كانت تفرحنا، إلى أن صعد المصري كما كان، إلى أن ظهر الصدر المصري بقوته وبعزيمته وبرجاله ضد الفتن ضد المؤامرات ضد هجم البلد. مصر أمانة عليكم يا المصريين، لأن كل العالم مش العرب يحبون مصر، كل العالم يتمنون زيارة مصر، كل العالم يتمنون أنهم يقيمون في مصر. مصر أمانة عليكم، ربي اصطفاكم أنكم مصريين، فعليكم مسؤولية الحفاظ عليها من أجلنا جميعا. هي الغالية، هي الأم، هي الحبيبة، هي الحنونة، هي الجميلة، هي كل المعاني السامية. مصر التسامح، مصر الابتسامة، مصر البساطة، مصر عبارة عن كوكب مستقل بذاته بإنسانيته. يا أخي العزيز، بقى أنا أكلمك عشان أتشكر لك على كل ما ذكرته في وصفي قصيدة رائعة، رائعة المعاني ورائعة الألفاظ في حب مصر والشعب المصري. ألاقيك بتزيد على القصيدة قصيدة أخرى في الإعلام والصحافة المصرية فتخجلنا بهذا الكلام، وبعدين بقى احنا كمان كوكب. أنا مش عارف أقول أخدك بالحضن ولا أعمل إيه. والله مصر هي اللي خدتنا بالحضن من زمان، وخدتنا بالعلم من زمان، وخدتنا بالنور من زمان. مصر هي الشعلة، إذا أضاءت عم النور على الجميع. مصر بتحب اخواتها، والشعب المصري يحب اخواته جدا، وعمره ما ينسى ابدا اخواته وقفوا معاه في الضراء قبل السراء ازاي. بس مين اللي وقف مع الثاني اول؟ مصر اللي وقفت مع شقاها اول. انا هقول لك يا عامر بقى احنا اخوات. اقول يا عامر كده من غير القاب؟ طبعا احنا اخوات واحنا اشقاء واحنا دم واحد يا اخي. انت عمال بتخجلنا كده والله العظيم. اجي اقول لك حاجه تروح ردد عليا بالاكبر؟ والله يا يوسف اني اقول لك اللي في قلبي، اللي في قلبي والله، واللي في قلوبنا كلنا صدقني. يعني شوف، من حكمه وعظمه الشيخ زايد رحمه الله الله يرحمه الله يرحمه، لا ينسى حق الرجال. طيب الله ثراه، طيب الله ثراه، الله يرحمه. زايد رب الناس وبكل فخر يقول لك فضل مصر علينا. احنا في يوم من الايام ما كان عندنا نفط، ما كان عندنا الثروات اللي موجوده، اللهم اجعلنا من الشاكرين. بس كان عندكم الخير في القلوب. الحمد لله، الله يديمها، لكن كانت مصر العطوفه الحنونه. مصر كانت تبعث المدرسين والمهندسين وكل من يعمل، والمعلومه اللي لا يعرفها كثير ان على حساب مصر بجنيهات مصر، مصر تدفع لاولادها وتقول لهم اشتغلوا وانفعوا اخواتكم. في مروءه اكبر من كده؟ في كرم اكبر من كده؟ اخوات
طبعا يعني. بس شوف احنا عندنا احنا عندنا البدو احنا نقول راعي الاوله ما يلحق، يعني صاحب الجميله الاوله ده ما تلحقوش ابدا، ما توفوش حقه ابدا. فلما الشيخ زايد كان يقول في كل مجلس عن دور المسلم وعن وقفه المصريين، وترى على فكره مش عن الامارات بس، على كثير من البلدان اللي كانت يعني فيها الجهل وفيها الخروج من مرحله الاستعمار وفيها ومصر يعني بترسل، لا كان الطيران هو الطيران، ولا كانت المواصلات هي المواصلات، ولا في تليفونات، كانت تبعث بسلدات اكبادها الى اشقائها. هذه الحقيقه اللي حاول الاعلام المغرض ان يجعل مصر والمصريين هم اللي الان يبحثون عن المصلحه، وهم اللي الان يبحثون عن علاقه من اجل شيء ما. ارجع للتاريخ وارجع لاساسه واعطي الرجال حقهم. الانسان الفارس الحقيقي يعطي كل ذي حق حقه. ما هو حق المصريين على العرب؟ وما هو حق العرب على مصر؟ مصر اوفت بحقوقها. بص اليوم بقى. انت وقفتك بالدعاء، وقفتك بالاماني بالخير، وقفتك بدحر الاشاعات، وقفتك ان تخلي العالم كله يعرف ان كلنا احنا مع مصر. ده جد انت تنور وتشرف ومره هنعلق على ماتش سوا. انا ما افهمش في الكوره قوي برضه، خد بالك. حاضر واتشرف والله ان شرف كبير. شوف انا مش عاوز اطول عليك، انا عارف خالص اطلاقا كبيرة. انا سعيد وفرحان ومتشرف ومبسوط بسماع صوتك وبصداقتنا اللي يمكن قد تكون بدات سابقا من بعيد لبعيد. ان الاوان انه ربنا امر انها تبقى تتوطد دلوقتي. الرسالة الحلوة اللي كنت بتقولها في البداية وأنا كنت أسمعك وأنا أقول يا ربي طول، يا ربي طول، يا ربي طول. لما تنصح شقيقك المصري وتقول له شوف بص بعينيك، أنت اللي حفرت وأنت اللي عملت وأنت اللي تعتز بنفسك وأنت اللي تعتز ببلدك، وهو بدينا بلد ثانية. شوف يعني من 7% إلى 14%، يعني أنت بنيت دولة. آه والله دولة. الحمد لله من فضل هل هذا الشيء شيء بسيط في دول كثيرة ثرواتها أكثر من ثروات مصر هدرت أموالها في إرهاب، في غسيل أموال، في مخدرات. مصر حاطة فلوسها في بلدها، في شعبها. يعني هذه رسالة. العرب عايزين حاجة هيعملوها. الإمارات طلعت الفضاء، مين كان يصدق انه في حد في البلدان بتاعتنا هيطلع الفضاء ويبقى فيه كذا ويبقى فيه مسبار ويبقى فيه رواد فضاء ويبقى فيه مين اللي كان يصدق؟ كانوا بيتريقوا علينا زمان. ايوه كانوا ينامون يا يوسف، كانوا ينامون فكره ايه؟ احنا لا يمكن نبقى اخوات، لا يمكن نتفق، لا يمكن نتطور، لا يمكن ليه؟ البروفيسورات اللي موجودين في امريكا وفي بريطانيا، المصريين هذول اللي اعمارهم 80 و70 سنه، هذول من وين جايين؟ متعلمين وين؟ متعلمين في مصر. في البدايات التاسيس وين؟ في مصر. اللي خلاه عنده طموح هي مصر. اللي خلته يسعى انه يكون له شان وله وضع هي مصر. لو مصر دوله دكتاتوريه مش حتخلي حد يطلع من النوابغ دول، حتقعده. بس كانت تطلق لها العنان، انطلق انت مصري حر، انطلق ابدع. اهو صلاح مكسر الدنيا ولا لا؟ مش كلهم كانوا مش كلهم كانوا بيقول لك لا مش حيلعب في ليفربول، لا حينزل من تشيلسي، لا لا اهو مسكين في بايديهم واسنانهم دلوقتي اهو. أهو. لما اتحدت الإيرادات اتحدت الإيرادات العربية هي دي. أيوة إرادتنا قوية الحمد لله، عزيمتنا قوية، ونحن أمة مستهدفة، ونعرف أن احنا مستهدفين في أمور كثيرة جدا، لأننا في يوم من الأيام تسيدنا العالم وسنعود لنتسيد العالم. الأيام دول الأيام دول. بس الرسالة اللي وصلها صلاح في صورة كنت أتمنى أن العالم ينتبه لها أكثر. صلاح اليوم بملايين الجنيهات الاسترلينية مع منتخب مصر يستحموا بجركل. ما قالش انا صلاح، وما قالش انا نجم العالم، وما قالش انا ما قال انا مصري. منتخب مع بلدي. منتخب مصر طبعا. تحت العلم زي كل الموجودين. شفت الروح؟ صح. شفت الفكر؟ صح. شفت التفاني؟ لا احنا بعد كده بقى هنعمل مبادره للمنتخب العربي. الله لا كده مش هنوصل للنتيجه، لا ما تطلعش كده. لا هنوصل هنوصل هنوصل. انا منتظر
يعني انا هخلي زملائي بعد اذنك يبعتوا لك رقم التليفون بتاعي، انا منتظر تقول لي انا جاي مصر في مصر في التاريخ الفلاني، هتلاقيني مستنيك في المطار. حاضر واتشرف وتحيي. تنور وتشرف وتآنس على رأي ما بنقول في مصر، تآنس ده بيتك. الله يطول عمرك، الله يسلم على مصر وعلى اهلها وعلى متابعينك، وشكرا لتاريخك المشرف. العفو 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 العفو، ما تقولش كده ولا حاجه ولا حاجه. مصر تبعنا، اقل حاجه اقل حاجه تبعنا، احنا تبع بعض. احضن لي الامارات واحد واحد. الله يسلمك يا حبيبي، في قلوبنا دايما، في قلوبنا دايما. ربنا يخليك. كل الشكر لصديقنا واخونا وزميلنا المعلق والاعلامي الاماراتي عامر عبد الله المري، نور وشرف وانس وفرح. ربنا يفرحنا ببعض طول الوقت.